لقى فريق الحوار الجنوبي بالشخصيات الاجتماعية والسياسية في المديريات الوسطى من محافظة شبوة كان خاتمة اللقاءات مع التكوينات الجغرافية لمحافظة شبوة، فكان لقاء مثمرا اتسم بالصراحة والطرح الموضوعي الشفاف. اليوم نختتم هذه اللقاءات مع المديريات وممثليها في عتق والمديريات المجاورها من مصاب والصعيد وحطيب وما جاورها والمعدرة الدانسية مديري المديريات. كل التقدير والاحترام لابناء مديريات شبوه الذين حضروا، طبعا كنا نتمنى ان يحضروا عدد اكبر ولكن هذه طبيعه الحوارات، من الصعب ان تشمل الجميع. لماذا نزلنا الى المحافظات والمديريات؟ البعض يكتفي بالحوار في المكونات السياسيه، هناك حوار مع موجود في المكونات السياسيه، ولكن موضوع حاضر ومستقبل الجنوب يتطلب ان يكون الجميع على علم فيه، لا يقتصر على فئه محدده، ولذلك لمسنا ارتياح كبير من رغم مشقه السفر بين المديريات. كانت مشكلة الثار إحدى القضايا الهامة التي طرحت في هذا اللقاء، باعتبار أن المديريات الوسطى عانت منها كثيرا، وقد شدد الحضور على أهمية وضع السلطات معالجات وحلول ناجعة للتغلب على هذه الآفة الاجتماعية المدمرة. والله هي انطباعات جدا ممتازة، ونشكر القائمين على هذا العمل، ومثل هذه الحوارات ومثل هذه النقاشات يجب أن تتكرر وأن تعاد وأن تعاد وأن تعاد بصيغ كثيرة، وخاصة وكما كررنا في شبوة أن شبوة بحاجة إلى إعادة قربلة في كل شيء. فئة كبيرة من الموجودين مقتنعين باستعادة دولتنا الجنوبية وهويتها، ولكن نحن بحاجة إلى حوار إلى من هم ضد هذا الشيء أو لا زالوا يعيشون في خيال آخر، إلى حوارهم، يعني لأن الجنوب لا يكمل إلا بأهله جميعا. ونسأل الله لهم التوفيق ونشد على أيديهم، ونشكر القيادة السياسية الذي يعني لفتت اللفتة هذه الكريمة بالحوار، واتخذتها وسيلة للوصول إلى أبناء الجنوب في المديريات والمحافظات. المشاركون خلصوا في اللقاء على تمسكهم بمبدأ استعادة الدولة الجنوبية وإقامة الدولة الفيدرالية، والتمسك بخيار الحوار والتصالح والتسامح الجنوبي كخيار لا حياد عنه. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.